القوات المصرية في حرب أكتوبر زي باقي أفرع القوات المسلحة المصرية كانت خليط سوفيتي من أسلحة الحرب العالمية التانية وفترة ما بعد الحرب العالمية التانية على طول. وطبعا زي ما قلنا في حلقات فيديوهات أسرار وخفاء حرب أكتوبر، كانت أسلحتنا متخلفة عن المدرعات الإسرائيلية سواء من التكنولوجيا أو القدرات الغربية في الدبابات الإسرائيلية، واللي تحولت بالكامل بعد حرب يونيو 67 من خليط أمريكي إنجليزي فرنسي لتكون أغلبيتها أمريكي بالاعتماد على الدبابات M48 وM60 باتون مع تخفيض أعداد دبابات سنتوريون وEMX. لكن الأمانة برضو نقول إن المدرعات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر اضطرت تستخدم مخزونها من دبابات شيرمان الأمريكية اللي كانت برضو من فترة الحرب العالمية الثانية واللي تم تطويرها على استحياء في إسرائيل عشان تعوض خسائرها العالية في المدرعات خلال الفترة الأولى من الحرب وقبل بدء الجسر الجوي الأمريكي. لما نتكلم عن المدرعات المصرية لازم نقول إنها كانت بتواجه تاني أعظم الأسلحة الإسرائيلية، وزي ما هو معروف إن إسرائيل بتعتمد في حروبها على الطيران والمدرعات كأسلحة رئيسية مع تهميش دور باقي الأسلحة واعتبارها أسلحة معاونة فقط للمدرعات والطيران. عشان كده كانت المدرعات المصرية في حرب أكتوبر مظلومة إعلاميا وتاريخيا في مجابهة الدبابات الإسرائيلية متفوقة عليها بشكل كبير جدا. كمان وككلمة حق لازم تتقال ان المدرعات الاسرائيلية كسلاح صد ومناورة اوحد لدى القوات البرية الاسرائيلية بتتمتع بقيادات وقدرات متميزة جدا، واهم تلك القدرات هي السماح للقادة باتخاذ القرارات الميدانية. وكمان كانت المدرسة الاسرائيلية في حرب المدرعات بتعتمد على خبرات المدرعات الالمانية في حرب البرق البليتس كريج سواء في المناورة او سرعة التحرك والتطويق، عكس المدرسة المصرية المعتمدة على المذهب السوفيتي في قتال المدرعات اللي بيعتمد على مبادئ الدفع بمئات الدبابات مع دعم مدفعي كبير جدا لتحقيق اختراق وسط دفاعات العدو مع الجمود الكبير بفكر المناورة والتطويق. المهم هنا عندنا ان احنا بنركز في الدبابات المصرية في حرب اكتوبر. نبدأ ونقول ان الدبابات المصرية وبعيدا عن العربيات المدرعة اللي هنعمل لها حلقة مستقلة بإذن الله، كانت الدبابات المصرية بتتكون من خليط من عدة انواع سوفيتية الصنع في فترة بداية الحرب العالمية الثانية زي الدبابة T-34 والدبابة GS جوزيف ستالين ودبابات T-54 والT-55 من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على طول، وعدد قليل جدا من دبابات T-62 ودي كانت الأحدث في الترسانة السوفيتية وهي الدبابة اللي رجعت وظهرت تاني في الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022. ورغم ان كان عندنا دبابات فرنسية وأمريكية من فترة حرب 48 وما بعدها زي دبابات شيرمان و EMX-13 كانوا عدد قليل جدا وفي المخزون من سنة 57 تقريبا، وإمكانية مشاركتهم في حرب أكتوبر كانت شبه مستحيلة. نبدأ الحلقة على بركة الله بشرح الدبابات المصرية المشاركة في حرب أكتوبر من الأقدم للأحدث. رقم واحد عندنا أقدم دبابة سوفيتية وصلت لنا هي الدبابة T-34. كانت هي قوة الدبابات في دبابة T-34 أول صنع لها كان سنة 1940 في الاتحاد السوفيتي، وده كمان قبل ما الاتحاد السوفيتي يتورط في الحرب العالمية الثانية. في البداية كانت مسلحة بمدفع 76 ملم، عشان كده لما تيجي تدور على الدبابة وتشوف صورها على الانترنت لازم تفرق ما بين T-34 المسلح بالمدفع 76 والنوع المحدث منه وسط الحرب العالمية الثانية والمزودة بمدفع 85 ملي، وتقدر تميز الفرق بينهم بسهولة ان الدبابة بالمدفع 85 ملي كان ماسورته اطول من الدبابة المسلحة بمدفع 76 ملم، ودي الدبابة اللي احنا دخلنا بيها حرب اكتوبر المسلحة بالمدفع 85 ملم. وصلت T-34 مصر مع اول صفقة سلاح شرقي سنة 1955 والتي اطلق عليها صفقة الاسلحة التشيكية، وشاركت مع مصر في مسرح عمليات حرب اليمن ويونيو 67 والاستنزاف في حرب اكتوبر. مصر توقفت على شراء T-34 بعد تاني صفقة على طول، واللي كانت من الاتحاد السوفيتي رسمي المرة دي بشكل رسمي امام العالم، وظل العدد الموجود عندنا في حدود 200 دبابة. ليه توقفنا عن شراء T-34 بعد تاني صفقة على طول؟ عشان بدأنا نخش بعد كده في T-54 وT-55 ودي اللي هنتكلم فيها في سياق الحلقة. طبعا T-34 في اشتباكات حرب اليمن خسرنا دبابات، وفي هزيمة يونيو خسرنا على دبابات كتيرة، وبعد هزيمة يونيو كان أول إمداد من الاتحاد السوفيتي لما بعتونا دبابات T-34 مستعملة. المهم هنا نقدر نقول إن العدد اللي كان موجود في مصر في حرب
لكن لما نتكلم على قدرات الدبابة تي 34 اللي كانت واحدة من أعظم الأسلحة الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، بإمكانيات المدفع 85 ملم بمداه اللي كان بيوصل ل 2 متر وتدريجها مناسب جدا. لكن الحاجات دي اللي احنا بنتكلم عليها كانت في الحرب العالمية الثانية مش في حرب أكتوبر. في حرب أكتوبر كان قدامها دبابات باتون الأمريكية سواء الام 48 أو الام 60 وسنتوريون الإنجليزية مدفع 105. كل الدبابات دي مدفع عياره أعلى ومدى اكبر. يعني باختصار الدبابة الاسرائيلية ايا كان نوعها تقدر تضرب على الدبابة المصرية بمسافة زيادة حوالي نص كيلو قبل ما الدبابة المصرية تقدر تضرب عليها. تخيل كده ان انت قاعد جوه الدبابة المصرية وعمال ينضرب عليك من الدبابات الاسرائيلية وانت مش قادر ترد لان مدى المدفع بتاعك اقل وعمال تتفرج بس وفي انتظار يا اما هتطلع هتصيبك او لا تصيبك. النقطة التانية، بخلاف ان هي دبابات قديمة كان ارتفاع دبابة تي 34 عالي. في حروب المدرعات كل ما الدبابة كانت عالية كانت اصابتها سهلة، ودي نقطة تداركها السوفيت. رقم اتنين في حلقتنا النهاردة، الدبابة المدفع SU-100. حتى دخولها الخدمة في مصر سنة 55 ما كانش معروف هل هي دبابة ام مدفع ذاتي الحركة، لان مفهوم المدافع ذاتية الحركة ما كانش موجود في المذهب البريطاني اللي احنا كنا شغالين بيه في الوقت ده قبل ما نتحول للمذهب السوفيتي بدءا من سنة 55. ودي قصة طريفة قصها لمجموعة 73 مؤرخين، اللواء أركان حرب دكتور إبراهيم شكيب أحد ضباط المدفعية واللي اتخرج قبل حرب 56، وفي حرب 56 كان أحد ضباط مدفعية الفرقة الرابعة مدرعة في إسماعيلية، وزارهم صلاح سالم أثناء العدوان الثلاثي وسألهم عن الدبابة الغريبة دي وكان استخدامها كإيه. كان ردهم إن هي بيستخدم كتانك ديستروير، دبابة مدمرة للدبابات، وفعلا عملوا عليها تجارب على براميل فاضية على مسافة 2.5 كيلو وتم التدمير من أول طلقة، وكانت دي أول طلقة يضربها الجيش المصري بالدبابة SU-100 في وسط حرب 56، وكانت إصابة مذهلة طبقا لمعايير الوقت ده. وبعد كده اتسمت في مصر مدفع اقتحام لتدمير دبابات العدو، وكانت موجودة في مصر بعدد تصل لحوالي 150 مدفع وتم استخدامه في حرب اكتوبر بنجاح. وسبب وضع الـ SU-100 ضمن فيديو المدرعات رغم انه هو يعتبر كمدفع اقتحام انه كان سلاح خليط ما بين مواصفات الدبابات والمدافع ذاتية الحركة، وتم استخدامه كمدفع لتدمير الدبابات. يعني ما كانش له وصف واضح في تشغيله في الجيش المصري تحت اي بند، فهو مش ضمن قوات المدفعية رغم ان اللي بيقود السلاح ده بيكون ضباط مدفعية. رقم 3 عندنا الدبابة جوزيف ستالين IS-3M، زيها زي المدفع SU-100 اللي احنا لسه متكلمين عليه. دي اصلا مصنعة لكي تكون مدمرة الدبابات وليس الدبابة بالمعنى المفهوم. ده كان مفهوم موجود زمان في الحرب العالمية الثانية، وهو هيكل دبابة عليه مدفع قوي جدا لتدمير الدبابات، وكان الالمان والروس والانجليز والامريكان بيطلقوا عليها تانك ديستروير. الموديل اللي وصل مصر كان انتاج 1945 في فترة نهاية الحرب العالمية الثانية، ووصل مع الصفقة السوفيتية سنة 1957، وتم تشكيل لواء مدرع ثقيل بالدبابات دي وكان اسمه اللواء الأول ثقيل جوزيف ستالين. دبابة مسلحة بمدفع 122 ملم وقتها، ويمكن حتى لحد دلوقتي كمان ده بيعتبر مدفع رهيب جدا، لكن تدريع الدبابة المبالغ فيه ووزنها الكبير عمل مشاكل هندسية كتير وأعطال متكررة خلى مصر ما تطلبش أعداد إضافية منها. ومش مذكور عن اللواء الأول تقيل حاجة في تاريخ مصر سوى إنه هو كان ضمن قوات مجموعة الشاذل الخفيفة في يونيو 67، وبعد كده سكت الكلام عنه خالص. حتى ذكرت إسرائيل ببعض الصور إن عندها دبابات مقصورة منه موجودة عنها وشاركت بيها في بعض العروض العسكرية. لا، وكمان استخدموا عدد منها كمدفعية ثابتة في خط بارليف خلال حرب الاستنزاف، يعني ما كانوش قادرين يحركوها او يستخدموها فحطوها كمدافع ثابتة. اما عندنا في مصر فمن خلال تسجيلات المجموعة 73 مؤرخين مع عدد من ابطال حرب اكتوبر اللي صرحوا ان احنا كان عندنا عدد محدود جدا من دبابات جوزيف ستالين فاضل بعد حرب 67، ما يوصلش حتى ان هو يكون كتيبة او وحدة متماسكة، لكن تم استخدامها فرادة. بكده نقدر نقول ان اللواء الاول تقيل اغلبه اتدمر في سيناء في 67، واللي موجود في 73 مجرد اعداد قليله جدا منها، ولغايه دلوقتي تقدر تروح المتحف الحربي في القلعه وتشوف الدبابه جوزيف ستالين موجوده هناك. رقم 4 الدبابه تي 54 تي 55،
لما هنتكلم عن الدبابات تي 54 وتي 55 وهي عماد المدرعات المصرية في حرب اكتوبر، هنتكلم عنها كدبابة واحدة رغم ان هم نوعين مختلفين، لان الفروق بينهم قليلة جدا وكمان مش ملحوظة في الشكل الخارجي. يعني ممكن انت تقدر تشوف الدبابة تقول دي تي 54 او تي 55، مش هتبقى عارف، لان الفرق الاساسي ان تي 54 كانت بمدفع 100 ملم والدبابة تي 55 اتطورت بمدفع 105، والاختلافات بسيطة جدا. لتبسيط المعلومة ليكم هنعتبرها ان هي دبابة واحدة، التي 54 والتي 55 وصلت مصر مع الصفقات السوفيتية بدءا من سنة 57، وطبقا للمواقع العالمية فان الدبابة دي انتج منها فوق ال 40 الف دبابة سواء في روسيا او مصانع حلف وارسو في بولندا وتشيكوسلوفاكيا، وخدمت في حوالي 50 دولة. وخلال هزيمة يونيو 67 اتأثر دبابات كتيرة منها، واخدها الاسرائيليين وعملوا عليها تحسينات صغيرة وسمتها الدبابة تيران. ومن التحسينات دي بعض الكماليات لرفاهية الجنود، زي ما احنا قلنا في فيديو الميج 21 ان رفاهية الجندي او الضابط دي اخر حاجة بيفكر فيها سوفيت، فجي الاسرائيليين حطوا فيها تكييف هواء وفلاتر ودهان جديد وسموها تيران، واشاعوا في العالم وقتها وفي المجلات العالمية انهم تفوقوا على السوفيت نفسهم في تطوير دباباتهم. خدمت التي 54 والتي 55 مع مصر في يونيو 67 والاستنزاف، كان عندنا حوالي 1000 دبابة منها في حرب اكتوبر ضمن الفرقة الرابعة مدرعة والفرقة 21 واللواءات المستقلة. بصراحة الضباط المصريين اعجبوا بالدبابة دي جدا من ساعة وصولها مصر، وطلبوا المزيد منها على حساب الدبابة تي 34 والدبابة جوزيف ستالين، عشان التي 54 او 55 سهلة الصيانة واعطالها قليلة جدا مقارنة بالانواع الاخرى، ومدفعها سواء 100 ملي او 105 ملي كان كويس طبقا لمعايير الوقت ده. شكلها وارتفاعها افضل بكتير من التي 34 اللي بقت قديمة على الجيش المصري. اما عيوب الدبابة فهي محتملة للجندي والضابط المصري اللي اتعود على عدم الرفاهية، فالدبابة غير مكيفة وغير مريحة لطاقمها المكون من 4 افراد، ولا فيها اجهزة رؤية ليلية او اجهزة قياس المسافة لتوجيه الطلقات، يعني الشغل كله بيعتمد على كفاءة الطاقم. وتم إضافة إمكانية وضع خزانات وقود خارجية لزيادة المدى، ورغم أنها كانت نقطة ضعف رئيسية في أي دبابة، لكن تم حلها بأن إحنا بقينا نستخدم خزانات الوقود الخارجية الأول، وأن هي عشان هي معرضة للانفجار، وبعد كده نستخدم خزانات الوقود الداخلية المحمية، وبكده لو انضربت الخزانات الخارجية مش هيتأثر على قدرات الدبابة. قامت الدبابات تي 54 وتي 55 بمعارك بطولية في حرب أكتوبر، مثال معارك اقتحام القناة وصد الهجوم المضاد، وحتى في معارك تطوير الهجوم، ورغم الفشل التطوير ككل في المجمل، لكن قوات المدرعة المصرية قامت بواجبها كاملا وبشهادة الصهاينة نفسهم، خصوصا اللواء الثالث مدرع في معركته قرب ممر متلة. القائد المصري ما فكرش في التفوق الإسرائيلي في الدبابات سواء الأمريكية أو الإنجليزية عنده، لكنه اشتغل على رفع كفاءة قواته وتطويرها وتنمية مهارات فردية، جعلت المدرعات المصرية ند قوي جدا للمدرعات الإسرائيلية، بتعمل لها مليون حساب طالما ان هي كانت داخل مظلة الدفاع الجوي المصري. لكن لما خرجت المدرعات المصرية من تحت مظلة الدفاع الجوي بقرار خاطئ عسكري من الرئيس السادات، خسرت المدرعات المصرية عشرات الدبابات في دقايق، لانهم ببساطة ما كناش متدربين على الحرب المتحركة. وطبعا احنا بنتكلم على واقع 73 مش الحال حاليا، والاختلف بشكل جذري. بعد 73 احنا خرجنا مع قيادة القتال المصرية تجمع خبرات 73 في المذاهب الشرقية والغربية في القتال، وده موضوع هنتكلم عليه في حلقة تالية. آخر حاجة عندنا الدبابة تي 62، أحدث دبابات الجيش المصري في حرب أكتوبر، تم صنعها سنة 62 ووصلت مصر سنة 72، وكل اللي وصل لنا وقتها 200 دبابة. كان الفكر المصري للقيادة طبقا لمذكرات الفريق سعد الشاذلي إن احنا نسلح أحد الفرق المدرعة الموجودة بالفعل بالدبابات تي 62 بدل الدبابات تي 54 وتي 55، عشان الدبابة تي 62 كانت في وقتها بتماثل بل وتتفوق على بعض الدبابات الإسرائيلية زي السنتوريان والشيرمان وتتعادل مع الباتون الأمريكية. لكن القرار صدر بتشكيل 2 لواء مستقل، كل لواء منهم ب 100 دبابة، وكلمة لواء مستقل بتعني إن الوحدات دي تعتبر تحت أمر القيادة العامة مباشرة، يعني مش تابعة للجيوش أو تابعة لفرق، لا دي بتتحرك بأمر من القائد العام. وفعلا اتشكل لواء 15 مستقل ولواء 25 مستقل بدبابات التي 62، وكان الكلام في القيادة المصرية إن اللواءين دول يعتبروا لواءات ضربة، بمعنى إن هما بيتم دفعهم لتحقيق قوة نيران قوية لصد هجوم إسرائيلي أو تحقيق اختراق في الدفاعات الإسرائيلية.
وخلال تحضير نهاية حرب اكتوبر انضم اللواءين لقوات النسق الاول، فتم وضع اللواء 25 مدرع تدعيم للفرقة 7 مشاة، واللواء 15 مدرع تم وضعه لتدعيم الفرقة 18 مشاة. الدبابة تي 62 في الشكل الخارجي قريبة جدا من تي 54 وتي 55، لكن المدفع كان مختلف تمام، فهو مدفع املس من عيار 115 ملم، وهو مدفع قوي جدا وفائق الدقة في الوقت ده، وله مدى يوصل ل 4 كيلو. الدبابة كمان أجهزة تحديد مسافة، يعني يقدر قائد الدبابة ان هو يصيب الدبابة العدو من اول طلقة، مش محتاج ان هو يقدر المسافة بنفسه ذهنيا، وده جهاز ما كانش موجود في بقية الدبابات. وكمان الدبابة وزي ما تقال المجموعة 73 مؤرخين كان فيها اجهزة رؤية ليلية تتيح لها قتال ليل نهار. بصراحة التي 62 كانت اضافة قوية جدا للمدرعات المصرية في حرب اكتوبر، لكن للأسف وزي اغلب المدرعات المصرية في حرب اكتوبر استخدمناها غلط، فجزء اتدمر من اللواء 15 مدرع في تطوير الهجوم في المحور الشمالي، وكانت اغلب خسائره مش من المدرعات الاسرائيلية لكن من صواريخ تاو اللي ظهرت ولأول مرة في مسرح العمليات وبدون اي سابق انذار. فتم صد تطوير الهجوم المصري وخسر اللواء 15 عدد من دباباته. اما اللواء 25 مدرع فتدمر تماما الا 10 دبابات منه يوم 17 اكتوبر بعد قرار الغريب من الرئيس السادات محاولة انه يقفل لثغرة الفسوار من شرق القناة، بدل ما يقفلها من الغرب دفع اللواء 25 من الشرق، فوقع اللواء 25 في كمين من مجموعة عمليات ادان في معركة انتصر فيها الصهاينة حتى قبل ضرب اول طلقة، معهم سيطرة جوية وعاملين كمين للواء المدرع المصري اللي بيتحرك خارج منظومة الدفاع الجوي المصري. وبعد وقف اطلاق النار يوم 25 كل الدعم اللي وصل لمصر سواء من روسيا او يوغوسلافيا كان دبابات تي 62، وهي الدبابه اللي لسه في الخدمه في مصر لغايه النهارده، وتم تطويرها عده مرات سواء في بدايه الثمانينات بدمج تكنولوجيا انجليزيه او في بدايه التسعينات او اخر تطوير لها اللي كان في 2004. للحق وللتاريخ فان تاريخ المدرعات المصريه الفعلي بدا مع معارك هزيمه يونيو، وهي معارك قليلة جدا، وبشكل عام خرجت المدرعات المصرية من 67 في ذهول، فرغم الانتصار الكبير للواء 14 مدرع المصري اللي كان بيقوده العميد عبد المنعم واصل في معركته ضد اللواء 520 مدرع الإسرائيلي، واللي اتسمى بعد ما اتدمر بعد كده سموه اللواء 217 مدرع، كان نصر في وسط هزيمة كبيرة، خلى المعركة دي تتنسي. بس ليه بنقول ان المدرعات المصرية خرجت في ذهول؟ ده عشان لأول مرة القائد المصري بيقابل تكتيك الحرب المتحركة في الصحراء، وكان المذهب السوفيتي اللي احنا معتنقينه في الفكر المصري عائق كبير، خلى قادة المدرعات تخرج من حرب يونيو عايزة تتعلم من أول وجديد، تتعلم القتال خارج الكتاب السوفيتي العقيم في الحرب المتحركة، وده اللي حصل في حرب أكتوبر في معارك الفرقة الرابعة المدرعة وفي تطوير الهجوم أو محاصرة الصخرة. المعارك اللي تمت في الفترة دي بتدرس فعلا في فن استخدام ما لديك من إمكانيات أمام عدو متفوق عليك كما وكيفا. وعشان كده بنقول إن رجال المدرعات المصرية كانوا أبطال بمعنى الكلمة للقتال بمدرعات أغلبها من فترة الحرب العالمية الثانية بدون تكنولوجيا أمام عدو عنده أحدث دبابات في العالم وقتها، وكمان عنده سيطرة جوية على سماء المعركة. اما سلاح المدرعات المصرية بعد حرب 73 فدي قصة تانية خالص نتكلم عليها في حلقة تالية بإذن الله.